المتطرفين الراديكاليين الأوكران من مناطق الغرب من الممكن أن يتسللوا إلى شرق وجنوب أوكرانيا ويقومون بعمليات تخريبية ضد مصالح روسية، ضد مصانع موجودة، لأنه كما تعرفين وتصور أن ده غير خافي على أحد أن شرق أوكرانيا هو الذي يطعم أوكرانيا كلها، لأن هناك حتى كميات النفط وكميات الغاز التي تستخرجها أوكرانيا هي أصلا موجودة في شرق البلاد، المصانع الكبرى، المناجم، المواد الخام كلها موجودة في شرق أوكرانيا. يعني لو انفصل شرق أوكرانيا غرب أوكرانيا، غرب أوكرانيا ليس فيه تقريبا أي تنمية، وده كان نتيجة أنه غرب أوكرانيا حارب السلطة السوفيتية لمدة تقريبا أكثر من 10 سنوات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبالتالي السلطة السوفيتية لم تقوم بأي عمليات تنمية لغرب أوكرانيا، أو على الأقل لظروف الحرب اللي كانت تقريبا حرب إهلية موجودة وطاحنة لفترة 10 سنين بعد الحرب العالمية، كما أنهم حاربوا الجيش السوفيتي في الوقت الذي كانوا يحارب فيه ألمانيا النازية، وربما هذا ترك أثره، ترك أثره في العمليات القمعية اللي قام بها الجيش السوفيتي أنذاك، فطبعا ترك هذا الكره. ولذلك أهالي غرب أوكرانيا هم قوميين ولكن فقط ضد الروس، يعني أي مواطن تاني هم مش قوميين أو عنصريين تجاهه، ولكنهم عنصريين فقط في العلاقة مع المواطنين. يعني طب هل كان المسؤولون يعني الروس يعني لديهم كل الحق في القول بأنه في اتفاق جنيف الذي تم توقيعه في الخميس الماضي حينما تم الحديث عن أن تقوم أوكرانيا بدورها في محاربة الجماعات الإرهابية دون النص على أسمائها أو أماكنها وكيفية محاربتها، أنه هذا بالفعل ما يجعل هذه الاتفاقات كلها هشة؟ يعني هل لابد أن تكون هناك خريطة تعمل وفقا لها أوكرانيا حتى يتم التخلص من هذه الجماعات التي قد تهدد استقرار المنطقة؟ هم طالبوا بنزع سلاح الميليشيات أو الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، لكن الميدان في أوكرانيا في قلب العاصمة كييف مليء بالأسلحة، مليء بالمولوتوف، مليء بكل ما يخطر على البال من الأسلحة ووسائل التخريب. لماذا لا ينزع سلاح هؤلاء؟ سؤال، هذا السؤال سنتوجه به إلى ضيفنا عبر سكايب من العاصمة الأوكرانية كييف، الدكتور صلاح زقود الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. نتحدث يا دكتور عن اتفاق جنيف الذي يعني تم فيه الاتفاق في الخميس الماضي على أن تقوم أوكرانيا بمحاربة الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها. ضيفنا الكريم الدكتور نبيل رشوان المتخصص في الشأن الروسي يقول ماذا عن الحديث على ميدان الاستقلال المليء بالسلاح، لماذا لا يتم نزع هذا السلاح والحديث عن جماعات إرهابية بعينها يتم العمل على تفكيك أسلحتها؟ مساء الخير. بالتأكيد هذا من المواضيع الآن الخلافية، الكل يحاول تفسير اتفاق جنيف بطريقته الخاصة. روسيا تعتبر أن اتفاق جنيف يطالب بنزع أسلحة جميع المحتجين بما في القطاع الأيمن الموجودين بكييف وفي بعض المدن في غرب أوكرانيا. أوكرانيا تقول أن الموضوع يخص المنطقة الشرقية وجنوب شرق أوكرانيا، بالتالي هي حتى الآن منذ 17 إبريل توقيع الاتفاق للآن لم تجري أي خطوات فعلية على الأرض، بل هناك تصعيد سياسي وإعلامي ما بين الطرفين، واليوم روسيا تحمل أوكرانيا مسؤولية عدم تنفيذ هذا الاتفاق، وبالمقابل أوكرانيا تقول أن روسيا لا تريد تنفيذ هذا الاتفاق وتدعم الانفصاليين. اليوم وصل نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن، أعتقد أنه غدا سيلتقي مع الرئيس المؤقت تورشينوف ومع رئيس الوزراء ياتسنيوك. على ضوء زيارة بايدن الأمور في أوكرانيا ستكون أكثر وضوحا، إما حقيقة انفراجة سياسية
السياسية، وبالتالي الدول الكبرى الولايات المتحدة وروسيا كأكبر دولتين ولهم مصالح في أوكرانيا، إما أن يجري اتفاق وتحل الأزمة سلميا، إما أن تتوتر الأمور. طيب يعني ما الذي يمكن أن يقدمه نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن وتقول إنه قد يمثل انفراج في هذه الأزمة؟ للأسف لم أسمع. نعم، حضرتك ذكرت أنه اليوم كانت هناك زيارة لجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي، وقلت أنه أحد الاحتمالين لا ثالث لهما إما أن تكون هناك اقتراحات للخروج من هذه الأزمة وتمثل انفراجة حقيقية، إما أن تظل هذه الأزمة عالقة. يعني ما هي أساليب هذه الانفراجة التي قد توفرها الولايات المتحدة خلال هذه الزيارة لأوكرانيا؟ أن يتم حقيقة بالتزامن نزع سلاح مناطق كييف تحديدا من القطاع الأيمن والمناطق الغربية والمناطق الشرقية، أن يكون بنفس الوقت، وأن تجري إصلاحات دستورية، وأن تجري طاولة حوار ما بين السلطات الحالية بكييف وشرق وجنوب شرق أوكرانيا، كما دعت رئيسة الوزراء السابقة قبل يومين في مدينة دينسك، أن يتم إجراء حوار ما بين المحتجين والمعتصمين وما بين السلطات، لأنه حقيقة بدون حوار داخلي أوكراني أيضا لن تحل الأزمة برغم التدخلات الخارجية. طيب، وهي كبيرة ومن جميع الأطراف. طيب، بالمناسبة في ظل الحديث عن يعني أقليات وعرقيات وانتماءات مختلفة داخل أوكرانيا، الحديث عن هذا الحوار الداخلي في ظل الأوضاع أيضا المضطربة سياسيا، هل هو شيء قابل للحدوث؟ نعم، هناك إمكانية حقيقة من الممكن فعلا يعني حل هذه المسائل من خلال جلوس لطاولة الحوار، لأن مناطق الشرق والجنوب الشرقي بغالبيتها لا تريد الانفصال عن أوكرانيا، هم أوكرانيين ويعتزون بأوكرانيتهم ويريدوا أن يبقوا في دولة أوكرانيا، لكنهم بنفس الوقت يريدوا أن يكونوا على علاقات جيدة مع روسيا، لأن مصالحهم الاقتصادية والثقافية والدينية مرتبطة تاريخيا مع روسيا، وهذه المناطق هي المناطق الأغنى وهي المناطق الصناعية ومناطق التعدين، والحدود المشتركة ما بين أوكرانيا وروسيا حوالي 2000 كيلو متر، بالتالي هم يريدوا صلاحيات واسعة تضمن حقوقهم وتضمن اللغة الروسية، بالتالي هم يريدوا أيضا ألا يتم تعيين حكام لهم من قبل العاصمة كييف. على سبيل المثال الآن المحافظين الجدد بعد وصول الحكومة الجديدة عينت محافظين حقيقة هم من خارج هذه المناطق وهم لا يلقوا أي تأييد شعبي. هناك مطالب عادلة حقيقة للمحتجين بغالبيتهم، هناك أكيد مجموعات تريد الانفصال عن أوكرانيا وتريد الذهاب إلى روسيا، لكنهم لا يشكلوا الغالبية. الغالبية تريد أن تأخذ حقوق واسعة بضمن أوكرانيا دولة موحدة، وأن يتم الجلوس إلى طاولة الحوار وإجراء تعديلات دستورية بما يضمن كل الأقاليم، ليس فقط الشرق والجنوب الشرقي بل كل أقاليم أوكرانيا. طيب، وهذا مما يحافظ على وحدة أوكرانيا ويحافظ على النسيج الاجتماعي في داخل أوكرانيا. طيب، يعني تحدثت الآن عن وجود يعني أن الحكومة وتعيين الخاصة بالمحافظين ربما لا تتماشى مع طموحات الأوكرانيين الآن. طيب، والمفروض الأوكرانيون مقبلون على انتخابات رئاسية في شهر مايو القادم، هل من شخصيات سياسية مرشحة لخوض هذه الانتخابات وهي قادرة في النهاية على الإمساك بزمام الأمور والسيطرة على كل هذه القلاقل والاضطرابات الداخلية في أوكرانيا؟ حقيقة هناك 16 مرشح، لكن المرشحين الأقوى هم رجل الأعمال باراشينكا ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكا. هناك إشكالية حقيقة موجودة الآن، المرشحين من المناطق الغربية على سبيل المثال أو من الوسط يذهبون إلى هذه المناطق ولا يستطيعوا الذهاب إلى المناطق الشرقية، بالإضافة أن
المرشحين من المناطق الشرقية وجنوب شرق أوكرانيا لا يستطيعوا الذهاب إلى المناطق الغربية. هناك إشكالية ما عدا بعض المرشحين، على سبيل المثال رئيسة الوزراء السابقة قبل 3 أيام كانت في مدينة دينسك، وهي مدينة بها حركة احتجاجات واسعة. اليوم في كل أغلب مدن الشرق وجنوب الشرق كانت هناك مظاهرات تطالب بالفيدرالية، وأيضا تم تشكيل لجان شعبية، وتم انتخاب محافظين جدد، محافظين من قبل الناس ردا على التعيينات التي تمت من قبل الحكومة. بالتالي المشهد صعب. إذا لم تشارك الأقاليم الشرقية وجنوب شرق أوكرانيا بالانتخابات، بالتالي ستكون هذه انتخابات منقوصة. وهذه هي الإشكالية الحقيقية التي تواجهها القيادة الجديدة. بالتالي إذا أرادت أن تجري انتخابات رئاسية وعليها إجماع شعبي، لابد من إجراء التعديلات الدستورية والإصلاحات الاقتصادية ومشاركة جميع الأقاليم حتى تكون هذه الانتخابات تحظى بتأييد شعبي ولا تحظى بمناطقية هنا أو هناك. شكرا جزيلا لك الدكتور صلاح زقوط، الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب من كييف. وسؤالنا الأخير دكتور نبيل، يعني يتحدث عن الوضع الصعب فيما يختص بالانتخابات الرئاسية القادمة. طيب يعني ما هو المتوقع؟ هو قال إذا لم يتم اتخاذ خطوات سريعة حتى تكون الانتخابات قادر كل الأوكرانيين على المشاركة فيها، فستكون الانتخابات صعبة. عمليا على الأرض البلد انقسم كما قال المرشح من شرق، يعني في دوبكن من الشرق هو أحد المرشحين، لا يستطيع الذهاب إلى غرب أوكرانيا لأنه سيقتل. المرشحين من القطاع الأيمن اللي هو بيقول عليه فيه مرشح ياروش مرشح لا يستطيع الذهاب إلى شرق أوكرانيا وإلا سيذبح. هذه قضية غاية في الخطورة. لذلك هم حتى أرادوا أن هم يعملوا استفتاء على الفيدرالية مع الانتخابات الرئاسية، لعل وعسى شرق أوكرانيا يقدم تحت يعني شعار أنه هو حيشارك حيصوت لمسألة الفيدرالية فيذهب للانتخابات الرئاسية وكذا. لكن الوضع غاية في الصعوبة. أنا لا أتصور أنه من الممكن أن تجري انتخابات رئاسية في أوكرانيا في الوقت الحالي وتكون انتخابات يعني صحيحة وسليمة، وإلا وشرق غرب أوكرانيا سيصوت لمرشح بعينه وشرق أوكرانيا سيصوت لمرشح بعينه، وستنقسم الأصوات وستنقسم البلاد، وهذه قضية في منتهى الخطورة. وكان الأولى بهم بالطبع أن يتركوا الرئيس السابق. أنا سمعت أن الرئيس السابق كان مفروض أنه يعود لأوكرانيا أمس الأحد، لا أدري إن كان قد عاد أم لا. يعني ربما هذا يكون حل للمشكلة، على أن يكمل فترة رئاسته، وهذا سيهدئ الأمور بدرجة كبيرة جدا. لأن في شرق أوكرانيا وجنوب أوكرانيا بيعترفوا به هو الرئيس الشرعي لأنه لم يستقيل ولم يحدث له خلع حتى من قبل البرلمان، فبالتالي يعني من الممكن أن يكون يعني يبدو أنه هذه الأزمة ستستمر تداعياتها وحلقتها لفترات قادمة. نشكرك على أي حال الدكتور نبيل رشوان المتخصص في الشأن الروسي على يعني التحليل والتعليق على الأحداث الخاصة بهذا الملف، وأيضا نشكر كل مشاهدينا الكرام الذين تابعونا على مدار هذه الحلقة من برنامج السيناريو القادم، وفي الأسبوع القادم حلقة جديدة. إلى القادم.